اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا في الجزئيه الاولى من صباح الشروق. تنوعنا طبعا، تنقلنا ما بين مدن السودان ولايات السودان المختلفه، وقفنا على قضايا حقيقيه سواء كان القضايا التي تهم المواطن في تفاصيل الايواء والغذاء جراء سيول الامطار، وبالتحديد كمان في الجزئيه الاخرى الرياضه والاحداث الرياضيه على المستوى الداخلي والعالمي، كمان نتناول جانب مهم جدا. الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، حينما تم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، كان الهم الأكبر هو تحقيق عملية السلام، وخطط أن السلام ده يكون أولوية رئيسة حتى أنه تتحقق بقية التفاصيل، وحددوا له لمدة 6 شهور. وكان التفاوض في جوبا بالتحديد ما بين الأطراف الموقعة على عملية السلام، وتأخر مخاض عملية الانتقال السلس خاصة في الفترة الانتقالية وأيضا في اتجاه عملية السلام. لو ما تحقق السلام ما أظن تتحقق حاجة أخرى غير أنه نازل يتلمى، خاصة في الوقت اللي بنعيشه الآن من صراعات يعني. وتحقيق السلام بيكون ببناء السلام، لابد احنا نبني السلام عشان ما نبني بلدنا، عشان ما يكون في سودان جديد، سودان قائم على السلام، على الأمن والأمان والاستقرار، على المحبة والتواصل والتراحم والتعاطف. خلونا في هذه المساحة نتكلم عن بناء السلام مع الأستاذ أحمد عبد المجيد، هو أمين الإعلام والناطق الرسمي المكلف لحركة العدل والمساواة السودانية. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك. مرحبا بك أستاذة لينا، وأنا سعيد أكون معكم في هذه المحطة. بداية قبل ما نمشي يعني نعرف المكلف، دورك كمكلف شنو؟ شكرا جزيلا. أنا أفتكر فكرة المكلف جاءت بعد قرارات رئيس المجلس التشريعي الأستاذ صبر الضوء بخيت بإصداره قرار بتجميد صلاحيات رئيس الحركة السابق لحين قيام المؤتمر، وبالتالي حل المكتب التنفيذي وكلف الأمناء التنفيذيين بتسيير الأعباء. نعم، جميل. طيب يا أستاذ، نحن نتكلم عن عملية السلام، كثير جدا من الحركات وحركات الكفاح المسلحة اللي هي نزلت على أرض الواقع بتتفاوض في مسارات مختلفة على حسب حدود الولاية، سواء كان الشرق الغريب الجنوب اللي هي ولاية النيل الأبيض أو الوسط. فالآن بتدور أحداث مؤسفة جدا، ونحن تنبأنا خير إنه زلنا النظام بائد، كان مهمته الأساسية في الحروب والصراعات الموجودة، ولكن الآن الموجود كنا يسهو الوطن ويزهر، لكن حنتكلم بهذه الصراعات وطريقة الخروج منها بعد هذا الفاصل. الإشارة اللي جات من الكنترول. اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، نكمل مع استاذ احمد عبد المجيد امين الاعلام والناطق الرسمي المكلف لحركه العدل والمساواه السودانيه. وقفنا في جانب انه على مدى 30 عام كانت الصراعات والاشتباكات هي مستمره في السودان. تنبأنا خير انه التغيير ده يشمل كل الحركات وحركات الكفاح المسلح، وانه نعيش تحت مظله واحده، مظله السودان الذي يسعى الجميع. تجددت المشاكل القبليه والجهويه ما بين القبائل الاخرى، ده مردود شنو على مشهد السياسي الان وبالتحديد المشهد السلام؟ والله شاكر لك استاذ حمزه. انا افتكر الصراع القبلي هو تحدي حقيقي يواجه الدوله السودانيه والقطر السوداني اجمالا يعني. والصراع القبلي يعني هو المفروض انه احنا نبحث عنه، عن سلام حقيقي. السلام الحقيقي هو الذي يعيش بين المجتمعات. لذلك أنا أفتكر هي ظاهرة وبادرة، رغم أن الصراعات القبلية موجودة يعني من فترة طويلة، لكن ما بالشكل الهسة. نعم، اتسعت دائرة نطاقة تحديدا. إحنا يكاد يكون الشرق على وجه التحديد آمن ومستقر، يعني لم نسمع فيه يعني مثل هذه الصراعات، وتتجدد ما بين الحين والآخر رغم قيام الحكومة الانتقالية على يعني على 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 قمة هرمة وتوقع على اتفاقيات، ولكن لم تصمت. هذا يؤكد ان المشهد اصبح اكثر تعقيدا،
ويحتاج مننا حقيقة إلى تضافر، تضافر في الداخل، تضافر كل قوانا المدنية الحية وكل القوى السياسية، إنه ما يجري يحتاج إلى حوار عميق، ويحتاج إلى نظرة فاحصة إلى طبيعة هذه المشكلات. لأنه إذا كما يقول الشاعر يعني كل جرح إذا ما رمى على عيب ظهر فيه عيب الطبيب المداوي. أنا أفتكر المسألة التي تحتاج إلى يعني القوص عميقا في جذور المشكلات هذه، والمشكلات القبلية وخاصة مشكلة الشرق. الشرق مختلف تماما، الشرق صرة السودان ورئة السودان حقيقة بدل مستفيد تماما. أنا أفتكر الخاسر هو المواطن الذي ينبغي أن ينعم باستقرار، والمستفيد هو الذي لا يريد للسودان أن يتوحد، أن يتوائم، وأن ينهض حقيقة كما ينبغي أن يكون. وهذه الثورة، الثورة الحديثة، ثورة ديسمبر المجيدة، قامت لتأسيس يعني قوة السودان الاقتصادية والاجتماعية على أسس جديدة ينطلق من خلالها ويكون حقيقة يأخذ موقعه الطبيعي والطليعي يعني. طيب أستاذ أحمد، يعني لماذا يتسع دائرة الصراع القبلي من دارفور إلى عموم السودان؟ إجمالا أنا أفتكر واضح أن المخطط كبير يعني لاستهداف البنية، لأنك أن تستهدف بنية المجتمع يعني كأنك تريد أن تنسف تماما طبيعة الحياة الطبيعية يعني. وإحنا كذلك يعني كحركة أصدرنا كثير من المقالات ومن الرؤى ومن الأوراق في الصراع في دارفور بحكم منطلق الحركة يعني. ووضعنا يعني تشريح حقيقي إحنا يعني مديناه لجزء من هياكل الحكم في إنها تأسس عليه حلها يعني. وأفتكر إحنا الآن بنستشرف ولاة مدنيين في مناطق مختلفة، إحنا نأمل إنه يستأنسوا بما قدمناه بحكم التجربة في هذا الإطار يعني. المقالات اللي قدمتوها يعني للولاء والمسؤولين، هل بتعتقد أنها هي كافية؟ لأنه لما نتكلم عن صراع قبلي نتكلم عن أساس لمنطقة معينة زي دارفور مثلا، ما كان في نوع أو فكر يعني يكون في نوع توعوي أكبر من أوراق تقدم للمسؤولين؟ يعني أنتوا والمسؤولين، أنتوا كحركة والمسؤولين وغيره، الحديث مع القبائل نفسها، الجلوس في مفاوضات كبيرة جدا بشتى الطرق، باعتبار أنكم أنتوا عندكم خبرة أكثر، باعتبار أنكم عندكم علاقة بالسياسة، دارسين، عارفين المخطط السياسي الكبير لهدم يعني بنية البلاد، ما كان في فكرة يعني بس مجرد مقالات قدمت وخلاص يعني ولا؟ نعم، هي أوراق حقيقية قدمت باعتبار أنه الوالي المدني هو مسؤول من دفة عمل الولاية، وهو الذي يحرك لجنة أمنه ويحرك القوة التنفيذية لإنفاذ يعني إذا ما يعني اقتنع بجدوى ما قدم له يمكن أن يستأنس به كرأي. ولكن إحنا ظللنا ويظل دورنا ويظل إنه إحنا باعتبارنا جزء من جماهير هذه المجتمعات التي تتقاتل وتقتتل، لذلك دورنا في إبراز الحقيقة كاملة يعني عبر هكذا لقاءات، عبر استنفار كافة القوة يعني. أنا أفتكر الحوار بشكل عام على مستوى القبائل يحتاج إلى تبصير، ويحتاج أيضا من الحكومة المركزية بشقيها المختلفة الوزراء بالإضافة إلى السيادي، يحتاج منها إلى, 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 إلى مزيد من الجهد يعني. لأنه ما يجري إذا مضى في هذا الحال حتما سيؤدي إلى, إلى, إلى مشكلة كارثية حقيقية كبيرة. طيب نعم أستاذ أحمد، يعني قبل تكوين هياكل الحكومة الانتقالية ما بين الشقين المدني والعسكري، قبلها كان الصراع في شرق السودان في فترة الحكم العسكري يعني، والفترة ما بعد الثورة مباشرة، فأرسلت تعزيزات أمنية لشرق السودان وكانت هناك اتفاقية جلد ما بين الجهات المتنازعة، ولكن رويدا برضو ظهرت مجددا تلك الاشتباكات. ما المطلوب من الدولة الآن بشقيها المدني والعسكري لفرض هيبة الدولة وللبحث عميقا حقيقة للمشكلة الرئيس ومن المستفيد إذا كانت هناك أجندة خفية لاستهداف شرق السودان بمختلف مناطق أو غرب السودان؟ أنا أفتكر ده سؤال كبير جدا ومهم، وتعلم إنه يعني واحدة من القضايا التي ينبغي أن يعمل عليها من هو في سدة الحكم يعني مراجعة المحاور، يعني المحاور واحدة من القضايا، المحاور ينبغي أن تنتهج سياسة خارجية رشيدة يعني. أنا أفتكر إذا ما أحسنت إدارة
الملف الخارجي يعني ستعود ان شاء الله بإجابات بايجابيات كثيره. تعلم ان هناك صراعات كثيره وحرب المواني هي الان حرب كبيره جدا وعليها تكالب، يعني هذا الامر اذا ما احسن ادارته انا افتكر قد يكون مدخل للاستقرار. عموم الشعب السوداني عندما انتفض انتفض لقضايا كبيره جدا متعلقه بالنقص، نعم الحريه والعداله السلام. والنقص في المطلوبات، مطلوبات المشتقات البتروليه وما الى ذلك. تعلمي ان مطلوبات الحياه المعيشيه تماما، تعلمي ان السودان يغذي دول الجوار بخيراته يعني. فحتما هذه المسائل ستحدث بعض التقاطعات أكيد. تحتاج حقيقه الى جهاز المخابرات العامه بان يرفد بطبيعه الصراع يعني. وايضا احنا بندعو كل اهلنا في شرق السودان وفي قربه المختلف، ندعوهم انه ان يتحلوا حقيقه بروح المسؤوليه وبوحده البلد، لان ما يجري اذا مضى في هذا الامر نفتكر قد لا يكون ايجابي يعني. طيب من خلال استنتاج حديثك استاذ احمد، يعني احنا تكلمنا عن المشكله الرئيسيه وبعد ذاك الدوله تفرض هيبتها في توفير الاستقرار، يعني ما كل ما تحدث مشكله قبليه يتم التأخر حتى يتم تعزيزات عسكرية وأمنية لفضل النزاع. يعني من خلال حديثك، هل يعني التلميحات اللي ربما قراءات على الهواء الآن هي أجندة خفية لديها مصالح خارجية؟ يعني أنا أفتكر طبيعي جدا، والسودان مستهدف ويعني إحنا ما بنقرأ سياسة مؤامرة، ولكن هذا الواقع يعني مستهدف في تنوعه، مستهدف في إمكانياته المادية المهولة يعني. وهذه قضايا معلومة بالضرورة. أنا أفتكر أن يضع السودان ونضع نحن بنيه يعني كقوة سياسية مختلفة وكمثقفين وكقوة مدنية، ينبغي أن نضع في أولوياتنا ما يجري هو ليس بالأمر السهل، وأن ندعم حقيقة الحكومة الانتقالية وندعم الولاء المدنيين الذين يعني ما زالوا في شهرهم الأول، يعني يحتاجوا إلى أن نرفضهم وأن نقف معهم في اتخاذ ما يحقق مخرج آمن كما يقال. وينبغي أن نعي كمان يعني أنه آن الأوان لحل السلام، آن الأوان يعني وضع فكرة السلام وبناء السلام أساس أول للسودان، لأن السودان يعني الفترة طالت باعتبار أنه فترة طالت كثير جدا. طيب أستاذ أحمد، كيف تقرأ واقع الصراع الآن؟ واقع الصراع الآن أفتكر أنا اطلعت من يومين لحديث للجبهة السورية، تحديدا الجبهة السورية التي رأسها الأستاذ الهادي بشير، وطلب من قوى الحرية والتغيير أنه يلتأموا وباعتبارهم كلهم حواضن سياسية لحكومة الفرقة الانتقالية في أن يتشاور في كافة القضايا المختلفة، قضايا السلام المزمع توقيعه، وقضايا والتصدي للقضايا المختلفة، والتصدي أيضا والوقوف معا حقيقة لملتقى شركاء السودان المتوقع أنه يقوم في الرياض أفتكر الليلة. أيوة. أنا أفتكر الحديث في هذا الاتجاه ينبع من مسؤولية يعني. مثل هكذا قضايا إن تضافرنا فيها جهودا معا يعني هي يعني بدورة تعجل في تحقيق السلام الحقيقي. السلام الحقيقي هو الذي يخاطب بناء البنى التحتية هي التي تساهم في تصدير مواردنا. البنى التحتية هي التي تقلل من حدة الصراعات على الموارد. الآن أغلب الصراع على الأرض، صراع على تبعيته وحقيقته، ولكن ينبغي على الدولة أن تسعى في الحل المرضي حتى ينعم حقيقة وينعم عموم السودان بخيرات هذه الأراضي الزراعية، الزراعية بشقيها يعني النباتي والحيواني. أنا أفتكر هذا الأمر إذا لم يقرأ بزواياه المختلفة، وكما تعلم في أدبيات الحركات معالجة جذور المشكلة الحقيقية، جذور المشكلة الحقيقية هي هذه القضايا المعقدة ينبغي أن لا ترحل. النظام السابق كانت واحدة من سوءاته أنه يؤجل في حل القضايا وفي تسويف. نعم تسويف مع التأجيل. التسويف هو المماطلة في البت، والتأجيل هو صرف الأنظار عن ماهية المشكلة والحل. الآن السودان كله يعني
التف حول ثورته الشعبية، لذلك هو مستعد في أنه يساهم ويساعد في الخروج حقيقة إلى بر الأمان واستنفار كافة طاقات الشعب المختلفة. إذا كانت كل المناطق اللي تأثرت جراء 30 عام من الحروبات القبلية والحروبات مع الحركات الكفاح المسلح، لهذا للعافية الآن بدأت التفاوض ولسه في مسارات مختلفة حنجيها في محور آخر، لكن بما أننا تحدثنا عن مؤتمر شركاء السودان المزمن عقاد اليوم في الرياض، غير الجانب الاقتصادي في ملف لمناقشة قضية السلام، يعني ما المأمول ممكن أن يخرج به هذا المؤتمر في تحديد أولوية عملية السلام؟ أنا أفتكر عملية السلام عملية مهمة، ولو تعلم أنه آخر اتفاق تم التوقيع عليه في الدوحة كان في العاصمة القطرية الدوحة، ولذلك إحنا نحتاج إلى موائمة ما أنتجته الدوحة من التزامات وما ستنتجه الرياض. إحنا يهمنا هنا ما يحقق الأمن والاستقرار. أنا أفتكر كان للسعودية والإمارات معا دور طليعي حقيقة في دعم الحكومة الانتقالية في فاتحة توليها لسدة الحكم، وأفتكر هذا الدور محل تقدير، وعليه أنا أفتكر مؤتمر الرياض متوقع منه فيما يتعلق بجزئية السلام أنه يقوم بدور إيجابي. كان أيضا هناك تصريح لأحد قيادات الحركات البارزة في جوبا، قال أنه السلام إذا ما وقعناه، والسلام يتحدث عن سلام عن بنية عن ما إلى ذلك، معناها مبلغ مالي، السلام معناه يساوي مبلغ مالي لتحقيقه أنه تحل المشاكل. نعم هذه المبالغ المالية تعلم أن الوضع بشكل عام يحتاج إلى استنفار، يعني هذا المؤتمر هو الاستنفار تعزيز السلام المرتجع أو المتوقع يعني. طيب أستاذ أحمد، ما هي الرشدة التي يمكن يعني أن تقدم للولاة المدنيين لتحقيق مفهوم السلام، أو بمعنى أكبر يعني بخصوص السلم المجتمعي؟ يعني مباشرة نقول له أنه مهم يعني أخذ الحاضنة المجتمعية ابتداء بإدارات الأهلية بمثقفيها، وأن يستأنس بدورهم في الفترات الفائتة. يعني كان في هناك إهمال كبير لمراكز البحوث في الجامعات، يعني أنا أفتكر ينبغي أن يستفاد من هذه المراكز في أنها ترفد الوالي بشكل عام. أيضا على الوالي أن يقف ميدانيا على طبيعة أي صراع وإن كان شكله كبر أو صقر. أنا أفتكر من المشكلات في الفترة السابقة كانت الشلليات حول الوالي، أنا أفتكر هذه أيضا قد تسير. يعني أيضا على الوالي الاستجابة لرغبات الولاية المعنية، يعني هناك مطالبات كثيرة في أكثر من ولاية عن الحد من ظاهرة التمكين، وأن يضع حقيقة يعني رؤية حتى يشعر الشخص المعني في الولاية المعنية إنه هذا الوالي يمثله ويعنيه. أنا أفتكر الولاة قدامه مهمة شاقة، ولكن بتضافر المجتمعات معهم يعني إن شاء الله يقدروا يعني ينهضوا ويكونوا سهم في حالة الاستقرار، وخاصة إنه الفترة القادمة متوقع فيها قضايا كثيرة فيما يتعلق بشكل الحكم. أنا أفتكر هذه قضايا مهمة جدا ينبغي أن ليها دور، وخاصة إنه الحكم الحقيقي هو الذي يبدأ من القاعدة ثم يصعد. لذلك في الفترات القادمة على الولاة المدنيين في إنه يسعوا إلى القواعد أرضا يعني، والنظر إلى طبيعة مشاكلهم. إحنا عندنا في دارفور مشاكل المياه، مشاكل الأرض، هذه إذا ما تم حلها إلى أن تجي المفوضيات المعنية بالأراضي، المفوضيات المعنية بالحواكير والمصالحة والعدالة، إلى أن تجي هذه المفوضيات وأن تقوم بدورها بالعودة الطوعية وما إلى ذلك، وينبقي أن يقف على طبيعة المشاكل ويضع يعني وعد مرجو تنفيذه. طيب جميل، الكنترول أشار أنه خلصت فقرة السلام، لكن عموما عشان نطلع بحديث متماسك ونستغل الوقت الآن بما حركة العدل والمساواة كثير جدا من حركات الكفاح المسلح، برضو رسالة في بريد كل المفاوضين في كل مسارات التفاوض الآن في جوبا والحركات اللي لسه عندها اختلاف في طريقة المسارات من يحكم أو التقسيمات الداخلية، سريعا كده عشان ننتهي من كل الحاصل ده ونتجه لبناء آخر. يعني
لو قلنا ناس جوبا يجونا في اسرع ما يكون احنا منتظرينهم، دي واحده. الحاجه الثانيه احنا نرجو كثيرا مؤتمر الاقاليم المتوقع اقامته بعد الفتره الانتقاليه، افتكر سيجاوب على كثير من القضايا، قضايا قسمه الموارد وما الى ذلك. اقول ايضا انه الناس منتظره القضايا، يعني واحده من مسببات القضايا القبليه والمشاكل القبليه هي قضايا الارض والعوده الطبيعيه، هذه تحتاج الى رؤيه وان اتوا الينا، نحن في انتظار ان ناخذ وطن متماسك. الموضوع ده لسه بيجور شويه كده ولا ممكن ينحصر برضه؟ والله ان شاء الله يجوا، هم وعدوا غريبا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى والله يتحقق السلام. مقدرين جدا استاذ احمد عبد المجيد، أمين الإعلام والناطق الرسمي المكلف لحركة العدل والمساواة السودانية، على كل هذا الحديث الضافي والكافي. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ حمد. شكرا لي. نعم عاملين.